اي واحد يقول لك حسن مبارك انه يتعوض اشرف واحد يقول لك ماشي البلد أنا جهاد أحمد من مشروع تحرير لونش. هو مشروع حيادي موجود في معهد جوتا في وسط البلد. مشروع تحرير لونش بيتبنى حاليا فكرة جديدة وهي مبادرة اسمها اعرف بلدك، ان احنا ناخد الشباب ونعرفهم على الاماكن السياحيه. حاجه منها ان احنا اول حاجه بننشط السياحه في مصر، وتاني حاجه ان هم بيحصلوا على معلومات وعلى خبرات جديده، على معلومات تخص مناطق اثريه هم ممكن يكونوا بيشوفوها لكن ما يعرفوش تاريخها. احنا بنعرف الاماكن السياحيه في مصر، الناس ممكن تروحها، ازاي ننشط السياحه في مصر، ازاي نخلي المصريين يتواجدوا في الاماكن ديت. بنعلم تصوير مكاني من غير اي فلوس، وبنربط التصوير بالاثار. فدلوقتي في الهرم، واحنا يعني اتخذنا فكره ان احنا نيجي الهرم عشان في ناس كتير قوي ما تعرفش معلومات كتير عن الهرم.